يبدو أن معركة تطهير المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا في شبوة بحاجة لمزيد من الوقت، وتشهد حالة من الكري والفر بين الحين والآخر. ويعد انطلاق العملية العسكرية لقوات الجيش والمقاومة في محافظة شبوة ضمن خطة تحرير المحافظة الجنوبية والشرقية من قبضة ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح. المخاطر التي شكلتها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح من خلال سيطرتها على محافظة غنية بالنفط دفع بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية لإزاحة ذلك الخطر والدخول في حرب واسعة أعلن عنها مطلع الأسبوع الجاري. على صعيد التطورات الأخيرة، أكدت مصادر ميدانية أن قتلى من ميليشيا الحوثي سقطوا في المواجهة الأخيرة في مديرية عسيلان. وكالمعتاد دخلت طائرات التحالف العربي على خط المعارك وشاركت في سلسلة من الغارات مستهدفة مواقع ومعدات عسكرية للميليشيا في منطقة المعيقين في بيحان، أدت إلى تدمير منصات لصواريخ الكاتيوشا كانت تستهدف مواقع للجيش والمقاومة. وتعد معركة تحرير شبوة خطوة ذات أهمية عسكرية واستراتيجية، كونها خط إمدادا للميليشيا لتهريب الأسلحة والنفط عبر البحر إلى جبهات البيطاء ومأرب والجوف، وهو ما يسعى الجيش والمقاومة إلى قطعه في قادم الأيام.